عقدت المرجعية الدينية في مدينة القدس اجتماعا اليوم لبحث كيفية التعامل مع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسيين، وسط تلويح بالعودة إلى إقامة الشعائر الدينية في شوارع وأزقة البلدة القديمة. علم فلسطين يرفرف عاليا. لن يقبل الفلسطينيون بأقل من سيادة كاملة غير منقوصة، كلف الأمر ما كلف. الاحتلال أزال البوابات الإلكترونية، لكنه عاد إلى عاداته القديمة، إغلاق الشوارع وإقامة الحواجز في محيط المدينة العتيقة. وقبيل صلاة الجمعة أعلن الاحتلال أنه لن يسمح بدخول الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما. نشر الاحتلال قواته وجنوده مدججون بالسلاح، يفتشون المارة ويمنعون العربات الفلسطينية من الاقتراب. حتى الحافلات القادمة من مناطق الخط الأخضر تفتش ويفتش ركابها. شرطة الاحتلال استبقت عواقب أعمالها الاستفزازية، فقالت إن هناك إشارات إلى حصول اضطرابات ومظاهرات. المرابطون الفلسطينيون الذين كانوا يرغبون في الاعتكاف صدوا هجوما استفزازيا تلو آخر لقوات الاحتلال. الفلسطينيون قيادات وشعبا يكررون نفس الرسالة: هذه أرضنا، سندخلها ونبقى فيها ونعتكف ونرابط، شاء من شاء وأبى من أبى. متابعة لذات الموضوع، معنا من القدس المحتلة المحامي والخبير في شؤون القدس محمد دحلة. أهلا وسهلا بك سيد محمد. بداية، كيف يمكن أن نفهم هذه التعزيزات والحواجز الأمنية غير المسبوقة والتي تأتي بعدما سمي بالانتصار الفلسطيني أمس ودخول المصلين لأداء الصلاة في الحرم القدسي وأدائهم أيضا الصلاة اليوم؟ بالتالي ما الذي تحاول إسرائيل إيصاله للمقدسيين من خلال هذه الإجراءات الأمنية برأيك؟ أولا، لا شك أنه كان انتصار، بمعنى أن إسرائيل انهزمت هذه المرة في موضوع محدد عيني، هو موضوع الإجراءات الأمنية، الكاميرات والبوابات الإلكترونية وما إلى ذلك أمام إرادة الفلسطينيين وخاصة الفلسطينيين منهم. ولكن إسرائيل لا تريد الفلسطينيين بهجة النصر، لا تريد حكومة الاحتلال أن يصل إلى الشارع الإسرائيلي هذه المظاهر من الفرحة والانتصار والنشوة للفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، وهو المكان الأهم للفلسطينيين، وأيضا يعتبره الإسرائيليون مكانا مهما بالنسبة لهم، ويريدون فرض سيادة إسرائيلية عليه بالمناظر التي رشحت يوم أمس من دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. ظهر للإسرائيليين بشكل واضح أن السيادة التي يزعمونها على المسجد الأقصى هي بالفعل واهية جدا، وأن وجود الشرطة وحرس الحدود بأعداد كبيرة لم يمنع من الفلسطينيين أن يكونوا أسياد الموقف بدخولهم منتصرين إلى المسجد الأقصى. الآن بعد هذه المظاهر وهذه المناظر، اليوم عزت الشرطة الإسرائيلية والجيش الاحتلال الإسرائيلي من قواته في القدس من أجل قمع الفلسطينيين ومن أجل تضييق الخناق أيضا على الفلسطينيين، بمعنى أنهم عادوا إلى لعبة الكر والفر، إلى إغلاق أبواب أولا مداخل القدس القديمة، من ثم أبواب المسجد الأقصى جزئيا إغلاقها أمام المصلين، تحديد الفئة العمرية المسموح لها بالدخول إلى المسجد الأقصى. سيد محمد، إذا كانت الرسائل التي تسعى قوات الاحتلال لإيصالها، إذا كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى الآن لتفهم المقدسيين والفلسطينيين بأنها هي من تتحكم بالمسجد الأقصى وهي صاحبة السيادة عليه، برأيك ما هي المخاطر التي ما زالت محدقة بالحرم القدسي ومدينة القدس؟ وما الذي يجب الآن في هذا التوقيت وفي هذا الظرف السياسي بالضبط على المرجعيات الدينية القيام به والمرجعيات السياسية القيام به تجاه الأقصى والمقدسيين؟ يعني بداية، نحن لا يمكن أن نتجاهل الحقيقة القائمة في القدس. هذا انتصار لحظي، هذا انتصار مؤقت، ولكن مدينة القدس بكاملها وليس فقط المسجد الأقصى هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويجب ألا ننسى هذا الواقع. الاحتلال الإسرائيلي هو لدولة مع قوة عسكرية هائلة
قوة ذات جبروت كبيرة، لها اقتصاد هائل، لها شرطة كبيرة، لها جيش احتلال كبير، هذه تتحكم بحياة السكان الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، وبالذات في مدينة القدس. هي تسيطر على القدس، على مداخل القدس، هي تتحكم من يدخل، أي حاجز يوضع، حركة السير وما إلى ذلك. وأيضا لديها المحاكم والمعتقلات والسجون، تزج بعشرات الفلسطينيين يوميا في سجونها، تقدمهم إلى محاكم بشتى الأنواع، تبعدهم عن المسجد الأقصى، بعضهم تبعدهم أصلا عن مدينة القدس. إذن بالنسبة للفلسطينيين هي معركة نفس طويل، الفلسطينيون لم ييأسوا. ما أظهرته ما يعني ما الانتصار هذا أظهر لإسرائيل أن ما تعتقده بأن المجتمع المقدسي تأسرل، هذا غير صحيح. المجتمع المقدسي لديه قضية، يؤمن بقضيته الفلسطينية وعلى رأسها موضوع المسجد الأقصى، وبالتالي هي قضية معركة مع نفس طويل، هي يعني ماراثون طويل وليس مجرد رحلة قصيرة، يراها الفلسطينيون جزء من نضالهم من أجل التحرر والتحرير ونيل حقوقهم. من القدس المحتلة كنت معنا المحامي والخبير في شؤون القدس محمد دحلة، أشكرك جزيل الشكر.